لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. انت مصممة؟ بص يا اقولك على حاجة، في حاجة مهمة جدا في شغلانة الفن مع احترامي للجميع، انك تتفاجئي او تعرفي ايه الموضوع الطف طبعا كداتا عشان تغذيه، ده مهم. لكن انا لست مصرحا لي انا اتكلم في اي حاجه، ممكن المنتج يقول له هو عنده الحكايه، لكن انا لا اقدر اقول لك انه فيلم فيه مينا مسعود نجم عالمي نجح في الادن، فيلم جاب مليارات، اظن ده حدث كبير جدا في مصر، لازم نقول مينا مسعود عند الاطفال وعند ال 16 وال 17 نجم مهم جدا. تمام، احنا بقى كمصريين في بلدنا نجوم، تقدري تقولي هو تبادل ما بين ان مصر يعود لوطنه واحنا يبقى الفيلم ده هيتشاف بشكل كويس، الناس كلها هتبقى عارفه. مين يا فندم؟ جمال الحريم لسه هيكسر الدنيا في الايام اللي جايه كمان، بس انا عايز اقول لك ان انا بقى هو ده اللي بتكلم عنه، الورق بطل من يوم ما قريت الورق وانا عارف ان احنا ان ده هيكسر الدنيا. انا بحيي الشركه المنتجه السينرجي، بحيي الجراءه ان احنا نتناول مواضيع جديده، هنتناول مواضيع جديده مختلفه وبجراءه وبقوه، وكانوا زمان بيقولوا علينا، انا بدات ده في 604 يمكن، بس كانوا بيقولوا الجن والعفاريت والحاجات دي بنعملها غلط، معموله صح جدا، وشكرا وشابوه لكل من عمل في هذا المسلسل. انا طبعا فرحان ومش مفاجئ بالنجاح، وكنت واثق من النجاح، لان انا بقول لك الورق ومنال الصيفي وشركه انتاج مهمه زي سينرجي وممثلين مهمين جدا، وعايز اقول لك ان كل الممثلين تعبوا، يعني نور دي مثلا كان بتدخه بتقع يعني بيجي لها حاله اعياء، خالد سليم نفس الوضع، صورنا في ظروف صعبه جدا، بحيي كرو الانتاج اللي كانوا شغالين، الشباب اللي معانا دول برضو الناس ما بتقولش حقهم، بنشتغل في شوارع، بنشتغل في ظروف صعبه جدا، كورونا برضو اعتقد ان ده مسلسل زي ما بقول كده الاسبوعين الباقيين او الحلقات اللي باقيه عندك مفاجات اكبر من كده بكتير جدا. تحذيرات ازاي؟ السوشيال ميديا بيقولوا لا يا جماعه ما تفرجوش، ده حاجات حقيقيه، ده مش عارفه اتقال ده في كبريت احمر، واتقال ده اللي الاعتماد على ربنا سبحانه وتعالى ما يخافش غير المولى عز وجل، واللي بيحط ربنا في كل شيء ما بيهموش. هذا العلم هو علم الخفي، انا ما اقدرش اتكلم فيه، لكن ده علم ومحتاج علماء، لكن اقدر اقول لك هو فيه مصداقيه وعمل مهم جدا، واحنا كلنا اعتقد استفدنا من هذا المسلسل. مشهد الراجل جه من نور، مشهد المشهد ده صورناه في 8-9 ساعات، اللي انتوا شفتوه على الشاشه في دقايق. كان يوم صعب جدا للجميع، لنور قبلي، لان نور بذلت مجهود غير طبيعي، وانا بحييها جدا وبقول برافو، انها ممثله شاطره وانسانه جميله جدا، عشان كده ربنا اداها يعني. كلنا تعبنا وانا تعبت وهي تعبت، ويمكن انا كنت في لحظه من اللحظات اندمجت جدا، وحصل بعض التاثيرات اللي انتوا شفتوها حقيقيه مش تمثيل، و في لحظات برضو انا بقول لك ما بحبش اخوض في العالم الخفي، ولكن كلنا حاصرين حاله تاثر شديده جدا وكانت غريبه جدا. اعتقد بنسبه 100%. هتقولي ليه؟ هقول لك وانا مش قلت لك الكلام ده في يوم السابع برضو، بس انا راضي عشان هو ظروفه كانت صعبه، وانتاج ظروفه كانت صعبه، وبطله طفله وكلنا معاها، اعتقد انه نجاح مهم جدا في ان السينما يا جماعه بتستوعب من طاقتها 50% عدد المقاعد، لما اجيب ملايين في عدد المقاعد قليله ده شيء كويس. هتشوفني فين؟ هتشوفني حاليا اللي صورته من ظهر الراجل. في مفاجاه تاني بعد ايام مش هقدر اقول لك غير لما اخلصها. بس هتبقى حاجه مهمه ان شاء الله، ما اقدرش غير لما امضي عقد، لكن ان شاء الله عندنا من ظهر الراجل وعندنا قبل 40 ان شاء الله، نرحب بيكم كلكم في العرض الخاص يوم 3 فبراير باذن الله.